السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوج جديد. دابا كنتواجد قدام لاكار تاع التران باش نتلاقى عمر ان شاء الله، باش غدا نديرو التشريب تاعنا، نبداو التشريب تاعنا. عمر غادي يوصل ان شاء الله مع العشرة و 10 دقائق، ودابا العشرة بحال بقات لي 10 دقائق. خالي بخير اسرع صعبه عمر وصل. دابا وصل عمر غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله غناخذ الطريق. السلام عليكم، صباح الخير. دابا غنبداو الدراسه تاعنا انا وعمر، غنمشيو دابا لتيوان ان شاء الله. ناخذ طاكسي من هنايا ليشال تطوان، من بعد تطوان غناخذ طوبيس وطاكسي لفحص المحل ان شاء الله. نبداو داك الحوايج اللي خاصينا باش نبداو التريب، لحقاش تما فحص النهار ما كاين والو. دابا نتقداو العطريه وداك الشيء. صلى الله عليه وسلم. استنى لا تصوير هادي، جينا لا تصوير هادي ناخذو الحضره اللي خاصنا، من بعد غادي نزلو غادي ناخذو ترونسبور. صافي دابا سالينا التقضيه، سالينا كلشي، انا وخاي عمر غنطلعو دابا ناخدو الطوبيس، غادينا شي بلاصه تقولها العلويه ولا شي حاجه بحال هكا، و من بعد غنكتشفو فاصل النهار مجموعين ان شاء الله. نكتشوف غير هو الجو واعر اليوم، واحد الجو يا سلام. هذا هو الطوبيس اللي غنمشيو فيه، 25. ودابا وصلنا لهذ البلاصه، هي هذه الطريق اللي غادي نشدو باش غنوصلو لفحص المهر. ودابا باقي في الطلعه هذي، طلعينا معنايا. المهم كاين واحد الطريق اللي كتبقى طالع معاها تا لهنايا، عاد باش كتعوج لهنا، تعوج لهنا. دابا باقي طالعين في هاد الطلعة، الصراحة كاينة طوال، تقريبا شي ساعة ونص ساعة الطريق باش نوصل. والجو كان في تطوان بارد، هنا كاين الشمس، هاد المعيزات. صراحه كاين هاد البلاصه هادي زوينه، وصلنا ليها خطوره ليكم كتشوفوا الطبيعه، ولكن كاين صداع بزاف، كاين بزاف تاع الناس، خاصك تقلبوا على شي بلاصه اللي معزوله. ويكاند ويكاند هذا جو طول موش، كيفاش كتجي في الويكاند شي بلاصه تكون عامره بزاف، كاين هاني هاني تروح الفايب راه ما يمكنش. كون كان الضباب كان يكون احسن، ولكن تيشم الجبس مزيان. خاص نقلبوا على شي بلاصه اللي يكون فيها الماء باش نحطوا لا طون تاعنا والطاكطاج ونستريح، عاد نشوفوا ديك الساعه البلان. دابا وصلنا لهنايا لهاد البلاصه وحنا نتلفوا، ماشي تلفنا ما عرفناش البلايص اللي زوينين. او ديجا محمد التلجاوي كان له هي لوكاليزاسيون في جوجل ماب، ولكن ما كاينش كونيكسيون. باش كنقلب عليه ما لقيتش كونيكسيون هنا. فاش كيوقع عليك بحال هاد البلان هذا كتبقى تدور تقلب على الناس اللي هنايا،
اللي بان لك هنايا كتبقى تدور تقلب عليهم وتبقى تسول واحد بواحد واحد حتى تصيب شي بلاصه اللي زوينه. المهم انا على حسب ما قالوا لي كاين شي عين هنايا ورا واحد الريزو هنا واحد البير كاين هنايا في هذه البلاصه هذه. المهم غنمشي ديك الساعه غنشوف ان شاء الله نقلبوا على شي بلاصه. في البيار وداك الشيء دابا خص تقلبوا على شي بلاصه فين نحطوا لها الطونت. المهم لقينا هاد البلاصه هادي فين غنطونتيو حدا هاد البكارات هادو في هاد الجو هذا شكاد سويسرا سويسرا تاع المغرب. من بعد ما تانستالينا في هاد البلاصه هذا انا فين غادي نطيبو. انا خاصني نمشي نجيب الماء من الفوق من لهيا من ديك البير اللي وريتكم قبيله وعمر خاصو يجمع لنا في الحطب. صراحه كاين الكمال من هنا. المهم باش غنسقيو الماء كاين هاد التلو هذا دبرت عماد واحد الدراري. بالنسبه للمقريب هنا هاد البلاصه هادي انا ما كنتش بزاف مش مزيان التايف كنت عايز داكشي البدائي. صافي كنعمرو هنا طلع من بعد ما قادينا البلاصه اللي هي هادي باش مش بدات تغرب. بصراحه النهار مشى لينا ما درنا فيه والو جينا ماطلين الله طونت. المهم تاع هذا الشيء الشمس غتبدا تغرب واحد الجو هنا يا سلام. المهم هذه هي الكوزينه تاعنا اخي عمر كيطيب ليا خساره تصيدنا جبنا الفاخر بعد هذا هو فحص المر. كما كتشوفوا دابا طاح الظلام البلاصه هذه كاين الموت الموت تاع البرد هنايا. غنمشيو دابا نقلبوا على العواد وكاين هنا ازمه تاع الحطب ما كاينش الحطب هنا والو ما كاينش. سير تسالي بحال الشفار سير سير قلت لكم معايا ولد خالي غادي نشوفوا صوت الزبله دابا نقلبوا على الكل. المهم الخوت الى ما بان سيكم عبد الله عرفوا راه عضوا شي عقرب ولا قتلاتو شي دفعه باغي 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 يحطو في الظلام باغي يدخل وسط الشوك وبغي يجبد الحطب. المهم هاد السيد هذا راه سمع الحل لو سمع يا باش يبقاو يبانوا لك دابا. كما كتشوفوا دابا اخ عمر كيحفر بلاصه تاع العافيه بعد ما مشينا حطبنا او كان عندنا هاد الحطب هنا هنايا كاين تحن سيره في الحطب. المهم غنشعلوا العافيه هنايا وغنوريكم كيفاش ديك البلان كيفاش المنظر كيفاش المنظر هنايا الكالم بعيد على الناس
كتشوفوا دابا شعلنا العافيه وهذه هي احسن بارتي في التريب، تحط العويدات حدا بحال ما تشكل هذا. عطونا كاين الموت، الموت شعل بها. و التكيكة تاع اتاي، يا سلام داكشي. والله صراحة واحد الفايب ما يمكنش. كيف جاك تشخي عمر؟ هذا كلشي على العافية، كلشي على العافية. شنو الإحساس تاعك في الجو الرائع؟ ما كاين حتى واحد هنا. الإحساس ديالي كتب الإنشاء أنا، اسمع خويا بنادم يتصنط الراس. الله حق الله تبعد على الصداع مره واحده في الشهر اصاحبي، مره واحده في الشهر. هذا الجو هذا الكارما هذا الشيء. كاين حتى واحد النجوم زومي زومي على الشمس نجمه زومي. تاع عندي شيء السماء تبارك الله. لا بونت هاي حدانا التابوله تاعنا هنا كنا غنديرها ان شاء الله. ضمن الحوايج الزوينه اللي كتعيش في التريب هو البلان هذا تاع تتقد فيه الماء في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله المقريب هنا. ما عرفتش كون شربا كان بين الزوز. الله اقول بسم الله، اقول بسم الله وصح. بعد ما سقينا الماء دابا كنقادو الفطور. هاد الفطور هذا باش غنفطرو الصباح ان شاء الله، وغنمشيو نطلعو نيشان للصوم. الوصفه تاع الفطور شنو هو اخي عمر؟ اشرح لهم، اشرح للناس، اشرح لهم شي اخويا اللي جالس كتغدو انا حتى الغدا. حتى الغدا فينا اللي يشرح دابا ان شاء الله. عاد باش نشرح لكم اش كاين في الفطور هذا وتشوفوا دابا اللي شحال دابا الساعه اخي عمر دابا؟ ما نقول لك 10، ما نقول لك 11، أقول لبيتي 11 خلق سنين. 11 ياك؟ أصلا الناس شنو هذا غدا الصباح بكري؟ دابا بعد ما قادينا بلايصنا تشوفوا جمال باك 11 مزيان. نوريكم لدرجة اش كاين البرد هنا، لدرجة اش كاين البرد. هذا غير الندادة تاع الما كتزل على هاد لابون تاعي. عاد كاين واحد البرد هنا، يا سلام كالم. دابا غنعسو باش غدا ان شاء الله غنفيقو بكري، نطلعو للصومي. ناوين ان شاء الله نفيقو مع ستة. خي عمر ستة 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 ولا 11؟ شوف لو مفقناش مع ستة ما نفيقوش حتى ل 11. صافي كلشي مجموع، كلشي هو هذاك. السلام عليكم، صباح الخير. كنا ناوي البارح نفيقوا مع ستة تاع الصباح، ولكن فقنا وكاين واحد البرد ما قدرناش نخرجوا من لاطونت. دابا عاد غنخرج. شوف واحد الشراطنا كيفاش ولات بنا، راه كاين واحد الجو، يا سلام برا تبار. دابا نفطرو دابا ونطلعو للصومي ان شاء الله. دابا غنبداو الروندوني
الصومي نوخ الوصابح الجو اليوم يا سالع طباب مهم فاش نوصلوا للقمة نوريكم كدير دابا مازال طالعين مع الطريق هادي اللي ما عارفينش فين كتدي مع الضباب هذا ما كيبان لينا والو وغادي نخرجوا في الجبل كاين الكونيكسيون اخيرا غنمشيو من البلاصه اللي كنا فيها البارح هنايا غادي نرجعو بحالنا صراحه اليوم اصبح الجو طبعاً بزاف يلا ساجور ندي خير عليز انا خويا عمر دابا غنرجعو للدار غندوي شي حوايج ناقص صراحة هذا ستريب ناضي بزاف والله كنتمنى اي واحد شاف الفيديو يحاول يجرب بحال هكا التريب هذا انا عرفت خدبر على ماتيريال غتعيش التريب هذا ماشي شي حاجة ماتيريال عاوتاني لاقد تجيب واحد اللي يدان كيفاش ولا الله ولكن المهم داز زوين المهم الاجواء تاع التريب كتولي مساه واحد السفر ديالها كيف ولات السروال شنو مشيتش من التريب بحال ما هكا مشيتش موسخ من التريب ما تربيتي ما والو الله المهم ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر من تراجي اخر ان شاء الله